كانت واجدو المدينة القديمة مدينة العتيقة على إثر النشرة الإنذارية لوكالة هواء الطقس. هذه النشرة هذه كانت تحذيرية للمناطق ديال الشمال خصوصا مدينة العرائش تعرف أمطار غزيرة ورياح قوية. واجدو كانت واجدو الآن في المدينة القديمة يعني في منطقة ديال المدينة القديمة طقس غير. هذه النشرة اللي حطوها بزاف مواقع في العرائش وخصوصا اتحاد ديال التجار المهنيين ديال المنطقة ديال السوق صغير حضروا لجميع التجار ديالهم وجميع المهنيين ان ردوا البال هذه الليلة هذه لا قدر الله كاين شتاوات بزاف. لاراش اونفور الان كتواجد داخل المدينة القديمة كندير واحد الجولة لان البنايات كاينة ايلة للسقوط ومع الشتا تبارك الله اللي كاينة اللي عطات الارصاد الجوية. تحت باقي لكن لا هنا واحد النشرة إنذارية بخصوص منازل أي للسقوط. هنا كاين تحذير لجميع المواطنين اللي كيسكنوا المدينة القديمة. كنتواجدو الآن في الدرب الكيريان هذا الحي هذا اللي باقي الآن واحد الواح هنا اللي مديورين. واحد الواح يعني كدائمة لهاد الكنيسة اليهودية القديمة وكاين النشرة الإنذارية كما قلنا كلشي ياخذ الحيض والحذر خصوصا اللي عنده بناية قديمة في مدينة قديمة حول هاد الليلة هادي. هاد المنازل كاملة مهددة بالانهيار هادشي هدا كامل الله يستر هدا شي تاول ديال الخير باقا الأمور باقا كنت شي تدخل رغم سقوط الشاهد يعني بداية السنة 2021 اللي طاح عليه السقوف ديال الدار ديالو باكلنا كل البريرات لا والو. يعني هاد البنايات اللي قدامين كاملين في الخاطر كاملين يقدروا يسقطوا على الناس اللي كيدوزوا في هاد الزنقه هادي او لان الناس اللي ساكنه فيها السلطه ما دخلات ما والو. يعني كخص اقل حاجه دار لي بارير في هاد المنطقه هنا يعني بحال هادي هاد البنايه هادي الان اللي كنشوفوها السقف ديالها طايح هانتوما كتشوفوا نايضين الازهار الكرموس فيها يعني بنايه قديمه مهدده بالانهيار في اي لحظه. كاين تدخل السلطه يعني كخص اقل حاجه تكون واحد لي بارير في هذا الدرب هذا باش انه ما يدوزوش الناس من هنايا وتحذير لهاد الساكنه بانه يعني باش ما تبقاش شي كارثه كما وقعت. حنا كنشوفوا الشارع ديال لولي بارير باللوح يعني غير فواحد البلاصه باش دازو الناس ما تبقاش هذيك الكنيسه الكنيسة القديمة اليهود معبد اليهودي اللي كاين في كيريال عدة بنايات هنا اللي كنشوفو. نزيدو نطلع معاكم شوية الفوق. حنا كنتواجدو الآن في منطقة ديال الحجرة اللي كتخرج للطوري. هاد المنطقة هادي اللي كترى بنايات قديمة بزاف هنا موجودين. كاملة مهددة يعني بالانهيار كيما كتواجد الصورة. يعني كخص التدخل حسب المعلومات ديالنا أن كاين واحد الجميع ديال المدن العتيقة اللي كيما نقولو جات ميزانية صحيحة لهاد المدينة القديمة. جات ميزانية صحيحة لهاد المدينة القديمة ولكن ما شفنا حتى شي حاجة حسب بعض الإخوان كيقول لك هاديك جا الجير ما كان لا ترميم داخلي لا خارجي كما هذا الان في الجهه ديال الهبطه ديال الطري كاين فرن قديم هنايا تمام احد البنايات القديمه.
منظر جميل للميناء العرائش من الآيلة. الآن معكم بفرع، يعني هذا فرع تقليدي، الفرن هذا اللي الآن باقي مسدود، يعني كما كنشوفوا حنايا الآن لازلنا في منطقة ديال اللي تخرج للطريف مدينة قديمة، يعني هذا واحد الحي دوزنا منه، أما كأحياء الآن اللي لتحت راه باقي ما دوزناش. حنا الآن راه كن وصلنا لواحد البلاصة ديال الطري اللي حنا الآن ها الحدم، كاين النشرة الإدارية كما قلنا. كما جات النشرة الإنذارية اللي حضرت أن الليلة هذه لا قدر الله تكون شي كارثة أخرى، كنتمناهم جميع ساكنين المدينة القديمة أنهم يديروا الحد والحذر. هنا عدة منازل لآيلة للسقوط المدينة القديمة بعد النشرة الإنذارية. الطاقة ديال الطري احد المنازل اللي مهدمه، ولقينا كاين اعوان ديال السلطه والخليفه اللي كيقوموا بالتوعيه ديال الساكنه ديال المنطقه القديمه، وكيوعي خصوصا المنازل اللي ايلا السقوط انهم يحاولوا كيفاش انهم هذه الليله هذه اللي عنده المنزل ديالو، اللي عنده شي منزل يعني ايلا السقوط، يحاول هذه الليله في نبات يعني مع العائله ديالو. حسب كاين نشره انذاريه اللي كاينه تحضرت بان كاين واحد امطار الخير هذه الليله هذه وريح قويه اللي عطات المنطقه ديال العرائش. حنا الآن كراس أنفو كنتواجدو في منطقة ديال الطريف ودوزنا في المدينة القديمة ولازلنا معكم، كنتمناو هاد التحدي هذا يديوه يعني ساكنة المدينة القديمة يستنطون لهم 100% ويسمعوا باش ما تكونش شي ضحية أخرى بحال المرحوم اللي توفى اللي كان شهيد ديال بناء يعني المنازل أيلة السقوط. نزيدو ندير معكم محاضرة في داخل المدينة. أونفو لازلنا الآن المنطقة ديال القصبة، المنطقة الطري دوزنا المنطقة ديال القصبة، هاد الحي هذا اللي انتبه الانتباه ديالنا اللي موجود زقاق رائع بالحديقة ديالو، عن واحد المنزل تاهو أي السقوط، كلقينا الأعوان ديال السلطة أنهم كيديرو لجنة يعني كيديرو واحد الحملة. سي مصطفى الله يخليكم سيدي. كنا في منطقة ديال القصبة، يعني خرجنا كما قلنا في الإخوان ديال السلطة برئاسة الخليفة ديال المقاطعة الثالثة، كيقوموا بالتوعية ديال هاد الساكنة ديال الحي هذا، خصوصا للناس اللي عندها المنازل ديال أيلة السقوط، باش أنهم هاد الليلة يديروا حيط الحذر، ولا لما لا أنا لا كان عندنا فين هاد الليلة يدوزوا هاد شيبتهم على أيلة ديالهم، باش أنهم ما يتعرضوش لا قدر الله لشي مكروه، بعد النشرة الإنذارية اللي نظرات اللي رصدتها الوكالة ديال الأرصاد الجوية المغربية. أن منطقة العرائش هي مهددة بواحد أمطار الخير هاد الليلة هادي ورعد ورياح قوية. حنا الآن لازلنا المدينة القديمة خصوصا منطقة القصبة، يعني هذه رسالة كتوجهها لراس أنفو لجميع ساكنة المدينة القديمة أنهم يردوا بالهم هاد الليلة هادي، واللي عنده شي منزل ديالو يعني في تصدعات يعني مشقوق قريب انه يطيح ولا شي حاجه، يعني كاين شي بعض المنازل فيهم شي ترميمات، ولكن كاين شي منازل بحال الان هذا اللي حدانا وفين هو فيه تشقق، كاين منزل اخر ها وفين هو، يعني كما شفنا الان كاين الاخوان الان اللي كيديروا ديال السلطه اللي كيديروا هذه الحمله ديال التوعيه ديال الساكنه، خصوصا المنازل اللي كامله اللي مهدده بالانهيار، انهم يردوا بالهم هذه الليله هذه. ولا راس انفو هي خرجت لعين المكان وكدير هي جوله وكتصيفط ميساج لجميع الساكنه ديال المدينه القديمه انهم يردوا بالهم هذه الليله هذه. يا كنت في واحد الدرب الان هو منزل عتيقة اي للسقوط، هاد المنازل هادو اللي ما حسب اللي كنشوفهم ما استافدو حتى شي ترميم، هاد المنازل هادو كاملين كيشكلو خطر على الساكنة وعلى هاد الحومة هادي ديال القصبة.
كنكملوا الجوله ديالنا داخل القصبه. يعني كنتمنوا ان الساكنين المدينه القديمه يكونوا يعني يديو هذا الميساج اللي حطته السلطات يعني بالجديه، ويسمعوا مزيان بانه كاين واحد الليله هذه، كاين واحد كما نقولوا كاين واحد هزار عاديه وامطار الخير هذه الليله هذه. كاين عشره انذاريه اللي كتحضر جميع الساكنين المدينه القديمه. ردوا بالكم ردوا بالكم هذه الليله هذه كاين امطار قويه لا تكون في مدينه العرائش اعترافها، وكنخافوا ان تكون لا قدر الله شي كارثه اخرى، يعني تكون شي كارثه يعني يطيح شي منزل. حنا غنيين في مدينه العرائش لهذا الشهاده. كاين تشققات، كاين بزاف اللي شفنا دابا رسمنا في هذا. كنتمناو مساكنة ديال المدينه القديمه تسوق صغير كما كتسمع. الان في السنتر ديال منطقه القصبه، السنتر ديال مدينه القصبه، هاد الامطار الخير اللي كتنزل امطار قويه. ملي كنشوفو الان كاين اعوان السلطه برئاسه الخليفه، هما الان في حمله ديالهم، يعني خارجين بواحد الحمله توعيه للساكنه، يعني مقاطعه يعني اعوان السلطه والخليفه ديال المقاطعه الثالثه، هما الان في حمله ديال التوعيه ديال الساكنه ديال المدينه القديمه باش انهم يردوا بالهم هذه الليله هذه. هذا المر ديال الوالد الزيد كيما الناس دار ديالنا وخير. الان كنتواجدوا بمنطقه القصبه، هذه هي الخريطه ديال المدينه القديمه السياحيه. كنتمنوا من جميع المتتبعين دلاراج اونفو ان يبارطاجيو معنا هذا اللايف هذا، وشكرا لكم. كانت معكم دلاراج اونفو بمدينه القديمه تحديدا منطقه القصبه في هذه الجوله هذه التحضيريه اللي قاموا بها السلطه وقامت بها دلاراج اونفو. دلاراج اونفو بعد ما خرجت ديك القرار ديال النشره الانذاريه خصوصا اللي كتعلق بالمدينه القديمه يعني منطقه الشمال وخصوصا مدينه العرائش، يعني كاين واحد حمله ديال السلطات المحليه ديال المقاطعه الثالثه برئاسه الخليفه وعده اعوان السلطه مع الان اللي كيجولوا في المدينه القديمه وكيدوزوا على المنازل الآيلة للسقوط. يعني هذا الجوله هذه لتحضيريه لجميع الساكنه اللي عندهم المنازل ديالهم اللي عندهم المنازل مهدده يعني بالسقوط، يعني كامله دازت على السلطه وكتعلم انهم يديروا واحد يعني ردوا بال هذه الليله، واللي عنده فين يبات في شي مكان اخر ينتقل لمكان يعني شي مسكن اخر للعائله ديالو، لان كاين واحد الهزه يعني كاين هذه الليله هذه ان شاء الله امطار الخيرات تكون قويه ورياح قويه وتكون قاضيه شويه قاصحه. كنتمنى من جميع المتتبعين دلاراج اونفو يبارطاجيو معنا هذا اللايف هذا. انا ندخل معكم منطقه ديال الكبيبات داخل منطقة ديال الكبيبات، داخلين في القيصرية ديال الكبيبات. يعني كاين هاد الجولة الآن اللي رصدناها ديال أعوان السلطة على جميع الساكنة. بعد النشرة الإنذارية اللي رصدتها الوكالة الوطنية لأحوال الطقس كتقول بأن منطقة الشمال غتكون واحد هزات قويه، يعني تعرف واحد تساقط امطار قويه والريح حسب اللي كنشوفو هنا كنرصدو واحد يعني واحد الخطر اللي كيحل الساكنه هو ان هذا القوس هذا فيه واحد التشقق كبير راه فين هو. كنتمناو السلطات المعنيه انها تدارك هذا الامر هذا باش ما يكونش شي انهيار هذا القوس هذا ويتسول الخطر على الساكنه ديال حي الكبيبات. الان في منطقه الكبيبات، يعني بعد هذه الحمله ديال كنتواجدوا لزمنا في المنطقه القديمه، حنا بقى الان في منطقه ديال الكبيبات.
هاد الحي هذا اللي كامل آيلة السقوط، بزاف تشققات كاين في المنازل، يعني وعدوى ممر سياحي اللي اعتمدوا عليه. يعني هاد الممر هذا اللي كان يعني مدخل ديال المدينة القديمة من جهة ديال البرج. صحة. يعني هاد المنطقة هادي كاملة يعني فيها تشققات كما كنشوفو الآن في الصورة، كنشوفو ما استفدوش هاد الحي هذا، ما استفدش من الترميم، ما استفد من والو. كما الآن كنشوفو في هاد القوس هذا اللي كاين هنا عندنا، هاد البناية كاملة كاين تشققات. يعني كاين واحد كما قلنا واحد النشرة إنذارية من منطقة الشمال أن يكون واحد أمطار الخير هاد الليلة هادي. حنا الآن اللي خرجنا البناية الشهيرة ديال الكبيبات، يعني الله يستر لي كاملة وقع. كما كنشوفو هانتوما كتشوفو معنا منطقة الكبيبات، منزل كامل متصدع كامل، الله يستر أي لحظة ينهار على شي واحد هنايا باش كليناه كلاوه بواحد الحديدة فين هي كيبان لنا. برد الحديد، لوحة في الحيط، ايوا صافي. والسلام عليكم، ما كاين لا برات لا براجات لا والو هنايا باش ان الانسان يرد بالو ولا شي علامه ديال ان الانسان هنا منزل اخر حتى هو. هذا المنزل هذا اللي كما كنشوفوا في اي دقيقه يقدر يدير شي كارثه كبيره، يعني في شي يعني ما دخلت السلطه، يعني في مد يعني انت كتشوف واحد التشقق الان اللي تزاد كبيره، وفين هو الان واحد التشقق، يعني واحد الشقه كبيره كاينه في الحيط، يعني هذاك اللي فيه كاين الشرجم الزرق مع ذاك الحديده كامله اي دقيقه تبرى كامله في الشارع، خصوصا كيبان لنا في الجهه الاخرى كاين واحد المسكن ديال يعني الناس ساكنين تمايا، يعني منزل ساكنين فيه الناس، يعني يقدر يكون اي واحد دايز من هنايا ولا شي حاجه تقدر توقع، الله يستر. انتما كما تشوفوا كاين الدراري هما دايزين، يعني الله يستر وصافي. والسلطات ما كنشوفوا باقي الان، يعني كجمعيه المدينه القديمه او السلطات المحليه باقي ما دارت حتى شي اجراءات بناء المكان، لولا ان رصدناها يعني قبل قليل انهم كيديروا واحد الحمله التوعيه ديال السكينه ديال المدينه القديمه اللي عندهم المنازل كامله قديمه، باش انهم يتجنوا ما يباتوش هاد الليله في المنازل ديالهم. يعني بحال هذا كنتمنوا انكم خصو يعني يبرر هنا اللي برر او لا يقوموا بالهدم ديالو، باش ما يبقاش يسبب بها خطر على المرة ولا المواطنين ولا الساكنين وابناء الحي كيكونوا على دابا اليوم كاين الشتاء. اما بعض الاحيان لا كانت يعني بعض الاحيان كيكون شي مشاكل، كيكون دري صغار كيلعبوا هنا في هاد الحومه هادي، الا سقط هاد المنزل هذا راه يدير الله يستر شي كارثه كبيره، وهذيك اللي ما كنبغيوهاش. وكنتمنوا من السلطات والسيد العامل اللي يتدخل في هاد القضيه هادي ويديروا شي حلول لهاد المدينه القديمه، خصوصا هاد المنازل الايلة السقوط، خصوصا بحال هادي خاويه ما فيها لا مسكن لا حتى واحد مساكن فيها، انها طيح بطريقه بروفيسيونال، يحيدوها ويطيحوها ويحيدوا هاد المشكل هذا من هنا ويحيدوا هاد الضرر هذا. وهاد ماشي ديال الاحباس هادو دابا، لا مولاي وهاد المولاه وهاد المولاي عاوتاني الحاج الفار وهاد الحاج هادي، ولكن دابا بحال هادي يعني كما نقولوا يعني يعني هما مهدم السوق. لا هو هذيك ولدو اللي كيصور الافلام. طريبق. لا المهم حنا دابا يعني هذيك الشقه اللي فيها وديك الحيط اللي طايح. الشقه السقوفه طايحه. طايح هنا. ديك الحيط كان مكالي كاع بالباريير وسرقوا ديك الباريير كامل. كان مكالي بالحيط مع الحيط. كلشي سرقوه. وعاد دابا الشقه كبرات كنشوف تما. باقا شي وحده باقا تما. باقا وحده اللي شفناها باقا تما. باقا وحده. ما قدروش يحيدوها راه. هذاك راه كامل كان باريار المرضى حيدوه سرقوه، ولكن بحال دابا هذاك خصهم يطلع. ماشي جاو ولاد الحومه بالضبط كانوا ولاد الحومه. عنده واحد العينين عوره فهمتيني. عرفت ذاك كيضرب الحديد. هو هذاك اللي كيسرق الحديد هذا ديال البلديه كامله. ولكن بحال دابا هذيك خصها كانوا يعني ريب. حبسها المرضى حتى واش البلديه كدير الباريار كامل وانت تجي تبيعوه. وراه ملي عيط لهم الحديد ما يشريش من عندهم. لا تا هما الحديد عاود الله هذاك تا هما خصهم يتعاقبوا لان كاين مول الحديد. الله لاش اونفو لازلنا بالمدينه القديمه، الان كنهبطوا الهبطه ديال الباب بحر باش كنرصدوا معكم هاد يعني المنازل آيلة السقوط. كما طلقنا واحد الاخ الان دابا تا هو كيشكي بهاد القضيه هذه. هذه الهبطه ديال الباب بحر
يعني كيما كتسميها الهبطة ديال الجامع. حسب الشكاية ديال ديك الأخ اللي كنا واقفين معاه دابا شوية، قال لك كاينة بعض شي واحد هنا في يعني كاينة شي بعض المافيات ديال الحديد اللي كيسرقوا ديك لي بارير اللي كيديروهم دارسهم بلدية في المدينة يعني في الكبيبات، وتقام بالسرقة ديالهم. كما كنرصدو هنايا مراش اونبو كنتواجدو بزينا في المدينة القديمة، بزينا يعني بسوق صغير باقي الان في منطقة ديال منطقة الكبيبات. الان كننتقلو للمنطقة ديال في العمق ديال يعني منطقة ديال باب بحار جهة ديال الديوان. هنا الان كنرصدو واحد البناية هي آيلة للسقوط بعد النشرة الإنذارية اللي دارتها وكالة الأرصاد الجوية. هنا بناية أخرى هي الآن هنا بناية هي آيلة للسقوط لما كتبنا مساكن فيها شي واحد. هاد البناية هادي الله يستر ما قدر الله ان طاح في الكارثه في هذه المنطقه هنايا. كنتمنى من ساكنة المدينه القديمه انهم ياخذوا بحزم هذا القرار ديال الامن اللي خرج ديال يعني التحذير اللي خرج ديال ردوا بالكم من هذه النشره الاداريه اللي كاينه في هذا الشيء هذا. هنا كاين واحد يعني هاد الشيء اللي يعترف واحد امطار الخيرات نزل منطقه الشمال خصوصا مدينه العرائش اللي عندكم فيها رياح قويه. هنا كيرصدوا ليا واحد المنزل راه فين حتى هو في خطر بحال هاد المنزل هذا تعم اعاده الترميم ديالو يعني بناء يعني كما نقولوا بالاجور. ولكن كاين الناس اللي كتسكن في هاد المنطقه هذه اللي ما عندها شي باش تقدر يعني باش تعاود يعني تبني يعني لا قدر يعني لا ما عندهمش المال باش انه يقدروا يقوموا بالتصميم ديال المنازل ديالهم. كنتمنى من السلطات المحليه انها يعني الان كنمروا من المنطقه ديال الديوان باش ندخلوا في الديوان المفتوح. الان الديوان المفتوح الان كاين كما قلنا قبيله سير كاين اعوان السلطه برئاسه الخليفه ديال المقاطعه ديال كبار ديال الصغ صغير كاين بعض الشباب لا يوري صلي انا نصرف ونجي عندي الصح صلي عندي كاين هنا واحد المنزل تا هو اي للسقوط. هنا واحد المنزل هو اي للسقوط لله قدر الله انه ليلة هذه الشهوات بزاف ولا الله يستوقع شي كريم من القديمة. هنا كانت واحد البناية هنا كيقاموا أبناء الحي بالتريب ديالها. هنا لازلنا الآن بالمدينة القديمة الآن بقرب المسجد الأعظم ديال المدينة القديمة يعني جمال كبير ديال سوق صغير. كنرصدو لكم الوضعية ديال المدينة في هاد الجولة هادي بعد ما خرج القرار ديال التحذير اللي خرجته السلطة. الآن كنعودو في الهبطة ديال باب بحار اللي مر الجمال الكبير ديال سوق صغير. يعني كاين واحد لقينا واحد مجموعه ديال اعوان السلطه تحت رئاسه الخليفه كيديروا حنا توعية للساكنه اللي عندها منازل ايضا السقوط. كما كنشوفوا الان واحد المنزل ها هو كامل فيه تشققات وكاين واحد هنا لقينا لي بارير. هذا المنزل هذا اللي كيبان لي اي ساعه ينفجر.
هات النشرة الإنذارية اللي درسها مكتب الوكالة الأحوال الطقس بالمغرب، وبعد ما خرجت مدينة العرائش الأنثى هي تعرض للمساء هذا يعني تنزل أمطار الخير كثيرة إن شاء الله بالليل، ومن المتوقع أن يكون مصحوبة برياح قوية ورعد. يعني خرجت لاش أنفو دير واحد الجولة رغم التساقطات المطرية، حنا الآن كنديرو هاد الجولة هادي اللي كنشوفو واحد التشققات الله يستر قوية خطيرة هنايا. يعني هاد المنزل هذا كنتمنى من السلطات أنه يعني تقوم بسرعة بالهدم ديالو. يعني هاد الشارع هذا معروف كيتمشاو فيه يعني البحرية كيعودو من هنايا، والناس ديال باب البحر كيسكنو في هاد المنطقة كيدوزو من هاد الطريق هادي. وتزامنا مع هاد اللايف اللي دايرين لكم لقينا الاعوان ديال السلطه برئاسه الخليفه بالمقاطعه الثالثه كيقوموا بالتوعيه ديال هاد السكينه اللي عندها منازل قديمه بحال هذه، واللي آيلة للسقوط كامله اللي في الخطر. يعني كل المهم هنا بحال هذا منزل هذا هو مقبل العاصفه. يس هاد المنزل هذا كيبان لنا هو في تشققات ومغلوق. السلام عليكم، بخير سيدي، الله يكون بخير، لاباس ليكم؟ شفت دابا صورت هذاك يعني هذاك المنزل هذا كيبان لي في اي دقيقه يهود. سالي لا هذاك خصو يغلقو الطريق. لا ما خصهم حتى يقتلوا شي واحد، فهمت؟ وكيما الدري مسكين اللي توفى مؤخرا. الراجل توفى الطوبر. حتى يقتلوا شي واحد عاد قال لا اول اصلاح جوج حدايد عاملينهم هنا. لا ولكن دابا انا مدينه قديمه كانت ديك الجمعيه اللي عندهم ديال المدينه قديمه والفلوس وما عرفتش انا ما قام. انا شو انا عاد الشفاره وعاد القماره. لا حول ولا قوه. راسو كيعمل في جيبو كيعمل سرات. ايوا. اللي حاكمين راه انت علاش شفنا هذه يعني هذيك تاع البنايه هذيك اكثر من ديك ديال الكبيبات، حيت الكبيبات واحد البلاصه ثانيه مشقوقه ولكن هذيك كثار منها. صافي كتخلع. يعني جاو داروها واحد الباريرا عندكم هنا كنشوفو صافي غير داروها الحدايد ومشاو بحالهم. صافي طيح. هذه ماشي ملكية شي واحد ولا الحبوس ولا وراث. ايوا صافي.